السلام عليكم الإخوان الأخوات متتبعي القناة. الآن هذه هي المرحلة الأخيرة في هذه السلسلة ديال من أزرو إلى مكنس. إذا آخر مرحلة هي بوفكران مكنس، تقريبا مسافة ديال 15 كيلومتر، وهي طريقة دائما مزدوجة، ولا الطريق السريع عفوا ثنائية. الآن غدا من بعد يعني الفيديوهات المقبلة إن شاء الله غادي نديرو عاود واحد السلسلة في الطاقة الشمسية، وبالضبط غادي نبداو إن شاء الله على واحد السلسلة على واحد النوع ديال المحولات ديال الطاقة الشمسية أو مغيرات السرعة اللي كنسميهم بليفارياتور باللغة الفرنسية. هاد المرة غادي ندير واحد السلسلة على الفارياتور مارك فيشي. إذا لاحظت بزاف ديال الإخوان ما هضروش بزاف على فيشي، الكابلاج ديالو، التركيب ديالو، ثم البرمجة ديالو. للتذكير بالنسبة للقناة ديالي، هي قناة متنوعة ما فيهاش تخصص واحد، فيها ثلاثة ديال التخصصات. كاين واحد التخصص اللي بديتو في الأول كفورماتور ولا كمدرب دوك الدورات التكوينية اللي قامت بها وزارة التربية الوطنية، وكذلك في التكوين المهني كنت فورماتور، ودرت واحد السلسلة ديال الدروس بالنسبة لدوك السيرتيفيكاسيون موس، وخدمت كذلك مع البرنامج ديال جيني. اذا درت واحد المجموعه ديال واحد السيري ديال الدروس، واحد السلسله ديال الاسئله والامتحانات الى اخره. ثم هذه اللي احنا فيها الان هو ديال الترفيه، هو لي فواياج مع ولا الاسفار مع الترفيه، والاخر لان الان الكارير ديالي هو جيرون ولا مسير ديال شركة، وفي نفس الوقت انصلاتور ديال هاد لي سيستم ديال الانرجي سولير ولا الانظمة ديال الطاقات المتجددة ولا الطاقة الشمسية بالخصوص. اذا نخليكم الان مع الطريق، وكما وعدت الاخوان المهتمين بمجال ديال الطاقة الشمسية، هاني غادي ندير واحد السلسلة عاوتاني ديال الدروس في هذا المجال هادي. السلام عليكم. Thank you.